ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل تواضيع. حنا بالضبط من معرض الفرس بالجديدة في الدورة ديالو 15. سولنا الناس كي جاكم المعرض في هذه النسخة هذه، شنو هي الحاجة اللي عجبتكم والحاجة اللي ما عجبتكم؟ ما تعرفوا شنو قالوا لنا؟ أجيو معايا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شريف، منين جاي للمعرض ديال الفرس؟ مش من المدينة. مدينة أزمور أخويا. أنت ولد المنطقة هنا. أنا ولد المنطقة هنا ولد البلاد. كي جاك المعرض؟ جاك المعرض الفن مزيان. شنو كيعجبك في المعرض؟ كيعجبني التبوريدات، عجبني كل شيء. التبوريدة. شنو هي الحاجة اللي كتعجبك في التبوريدة؟ هي ديك التخريجة. هكا البارود. البارود. تلقى. تلقى. وشنو هي الحاجة اللي ما عجبتكش بكل صراحة؟ كل شيء عاجبني هنايا. كل شيء زين. كل شيء زين. كل شيء ناشط. كل شيء ناشط. العام زوين. الحمد لله. أنا جيت من مهيرة، أنا واحد أزمور. وشنو كيعجبك في هذا المعرض؟ الصراحة هذا المعرض كيعجبني بزاف، ومنظمو محمد السادس الله ينصرو لينا، وخصوصا في التبوريدة، كرموش على التبوريدة، وجيت نشوف العروض ديال الخيول كاملة. ومن هذا المنبر كنقول كاع الناس يجيو لمعرض الفرس، حيت الصراحه في بزاف ديال الحوايج زوينين يجيو يشوفوهم. والحاجه اللي ما بانتش لك زوينه شنو هي؟ كلشي زوين، ما كاينش شي حاجه اللي خايبه في معرض الفرس. كلشي كاين. كلشي كاين. زين ولا طيب؟ زين ولا طيب؟ تحياتي. يا خويا المعرض الفرس شمن مدينه؟ خويا من مدينه جديده. انت ولد المنطقه. كي جاك المعرض الفرس بالجديده في الدوره ديالو 15؟ خويا الصراحه اجواء جد رائعه. وكاين واحد المتنفس اللي بغى يجي يشوف هنايا الاجواء واللعيبات، داكشي ناضي بالرجول. انت كل عام كتجي ليه ولا تقريبا؟ قول هذه المره الثانيه اللي جيت ليه، قريب لي انا ماشي بعيد، ولكن عجبني الحال فيه واللعيبات. كل عام خاصني نجي. شنو الحاجه اللي عجبتك بزاف في المعرض؟ تقريبا غيكون هي الا جيتي تشوف من واحد الناحيه المدينه راه مزيانه، كلشي مزيان، ولا جينا نقولوا على شنو اللي مزيان، غادي تكون تقريبا التبوريده هي اول حاجه، من وراها البلايص فين تصوروا اللعيبات والديكوراج. كل صراحه ما كاينش شي حاجه اللي ما مزياناش، كلشي مزيان، كلشي زين، كلشي زين صراحه. مين جايه للمعرض الفرس؟ شمن مدينه؟ مراكش. ناس البهجه. احنا بيضاء، ولكن مراكش سكننا فيه، وراحنا جينا نشوفوا الناس، عرفنا الوقت ديال المعرض كاين. المعرض واول مره تنجي ليه. اول مره. اول مره. لا اول مره والحمد لله. شنو اللي عجبك فيه؟ كلشي كلشي. شي حاجه يعني طارت انتباه ديالك؟ الخياله، المعرض، الاثارات، بزاف بزاف داكشي معتبر. والحاجه اللي ما عجبتكش بكل صراحه؟ لا ما يمكنش، كلشي عجبنا الحمد لله. النظام زعما كلشي تبارك الله عليهم، وزعما تنتمنى اي واحد يجي يزور هذا. دابا تي جيتي لي اول عام، العام الجاي ان شاء الله لبقينا في حياتنا ترجعي عاوتاني. ضروري ان شاء الله. السلام عليكم. الشباب بخير الحمد لله. منين جاي اخويا؟ اش من المدينه؟ من جديده. من جديده. انت ولد المنطقه؟ دكالي. كي جاك المعرض ديال الفرس في الدوره ديالو 15؟ والله الا مزيان. كلشي مزيان. كلشي مزيان. كاين مشكل واحد. شنو هو اخويا؟ الزحام على الباب. ضروري غيكون الزحام. كانت بغيتي تجي بوحدك، ولكن هذا العام بغيتي الدوره بوحدك. هذا العام هذا خويا راك شر بزاف بزاف. هذا جاي من المغرب كل ضروري يكون الزحام. واقيلا هذه الحاجه اللي ما عجبتكش هي الزحام. والحاجه اللي عجبتك بزاف في المعرض؟ كلشي. التبوريده. التبوريده. التبوريده هي كلشي. اش كتعجبك في التبوريده؟ السطرباش. هي السطرباش تكون غاده مجموعه طلقه طلقه واحده. اسمع هذيك هكا البارود بوم.